فأنا حقيقة دايرك دعم الرسالة لهذا التيار الوطني العريض يعني. تيار اليسار السوداني. طيب نحن ولا لسه جنعاني. أنا لما كنت طالب في الوسطى كان واحد من أفضل أساتذتنا كنا نحبه جدا رحمه الله مصطفى محمد صالح عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. نعم. وأنا كنت واحد من التيم بتاع الأناشيد. لكن فلتت من التجنيد. وكان بحب يعني كان يعني أتذكر من أشهر أناشيد بتاعة الشيوعيين نشيد أتكلم عن واحد اسمه صلاح. أيوة. يا صلاح يا صلاح بين صخر وحديد وأعاصير وسل وجنود وسدود قتلوا منا بطل حسبوه سيساوم حينما يدن المصير وجدوه حرا يقاوم وهو في النزع الأخير. يا سلام. فنحن ما عندنا موقف مبدئي من الشيوعية لكن مختلفين أيديولوجيا نحن مختلفين معهم. أنا كل أصحابي كانوا معي في الوسطى مشوا عطبرة مشوا بورسودان بيقوا الشيوعيين لأنه مش جاهزين من هنا مصاحة صار مشوا. أنا جيت الخرطوم الثانوية فبقيت في مسار مختلف لأنه في البيت لقيت في تيار في البيت يعني. أنا من أكثر الناس كنت بستمتع للجلوس معاهم والحديث معاهم هو محمد إبراهيم نقود رحمه الله. الله يرحمه. بستمتع يعني مش أنا كنت بستمتع مع الجلوس معه. ورجل مؤانس. يعني أنا بجلس معه وبشعر أني أنا أمام أستاذ أتعلم منه. يا سلام. كنت أحبه جدا. الله يرحمه. في كثير اذا قلت من الماركسيين الناس يساووا الماركسيه وتخلوا عنها. واحد منهم مثلا صلاح احمد ابراهيم الله يرحمه. انا برضه من اقرب الناس الي وجدانيا هو صلاح احمد ابراهيم. يا سلام. اخته فاطمه احمد ابراهيم. يا سلام. فاطمه ابراهيم دي انا التقيت بها مره واحده في القطيله ولما شفتها ما قدرت اتمالك نفسي غير اني اتحرك من مقعدي وامشي لها عشان اسلم عليها. يا سلام. وانا في الطريق كنت متردد يا جماعه هتقابلني هتسلم عليك كيف. فالمفاجاه انه هذه ولي الرب اسعاره ده الصحه والعافيه يعني حضنتني وبكت. يا سلام. وقالت لي انت والله اعظم الشعب وانت اعظم رئيس.